التقى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من المسؤولين، وذلك لإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني ومشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية. وخلال اللقاء أكد معالي الحرص على تسخير كافة الإمكانيات والجهود اللازمة لمواصلة تطوير جودة وكفاءة الخدمات الصحية برفع مستوى الرعاية الصحية واستدامتها وتحقيق معدلات متقدمة من التنافسية والشفافية والعدالة بما يسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030. كما أكد رئيس المجلس على الدور الهام الذي تقوم به الصحة المحلية، الصحافة المحلية والإعلام الوطني كشريك فاعل في دعم جهود تنفيذ كافة المشاريع والبرامج الوطنية والتنموية لاسيما المتعلقة بالقطاع الصحي. كما تم خلال اللقاء استعراض تفاصيل مشروع التسيير الذاتي والذي يعتبر برنامج اختر طبيبك الذي يتم تطبيقه تجريبيا في محافظة المحرق أحد أبرز برامجه، منوها معاليه بأن التسيير الذاتي سيسهم في تسجيل أعلى معدلات الأداء وتحقيق أقصى درجات الرضا من خلال تطوير الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة، واستنادا إلى الأولويات المستقبلية التي ترتكز على توفير أفضل سبل الرعاية الطبية للمريض في البيئة المناسبة والمهيئة لذلك. مسألة الضمان الصحي في البحرين اللي نحاول نطبقها الحين إن شاء الله في الأشهر القادمة، وأهم أو أول مشروع ياسين طبقه من نظام الضمان الصحي الأولي في الصحة الأولية، وابتدينا في منطقة المحرك كمنطقة دراسة أولية لتطبيقه، وبعدين طبعا ياسين هنضبط الموضوع في هالقضية ومشينا فيها. الحين تقريبا منطقة المحرك متخلص تقريبا، بننتقل إلى المنطقة الشمالية لتجربة نفس الموضوع فيها. طبعا كل ما يعني كسبنا خبرة في الموضوع وضبطنا القضية والناس تفهمت الموضوع واستجابت له، قدرنا ننشرها في المناطق الثانية، وإن شاء الله يعني موضوع نشر التطبيق نظام الصحي الأولي في البحرين يمكن يعني مع بالكثير أوريدي احنا بدينا، فإن شاء الله بيكون مع يعني بالكثير نص السنة الجاية يكون كله اكتمل في البحرين كامل.